يسعد صباح كل مشاهدينا عبر التربوية السورية، منرحب فيكم مع بداية حلقة جديدة متجددة من برنامجكم التربوي المجتمعي لنتشارك معا. حلقة اليوم راح بتكون كتير مميزة لأنه من رحاب إحدى المدارس بمسرابة بريف دمشق، هي المدرسة اللي تعرضت للإرهاب، لكن بفضل وجهود المجتمع المحلي قدرت توقف من جديد على رجليها، طبعا بالإضافة لعمل المنظمات، بالإضافة لتكاتف الجهات المعنية إن كان لجهة المياه، الكهرباء، البلديات، فالتعاون دائما يقال عنه هو قانون الطبيعة، فبهذا التعاون يعني كانت ثمرته أنه نحن موجودين هون، نحن وفريق عمل برنامج لنتشارك معا لنكون بضيافة هي المدرسة، مدرسة المسرابة للبنات، حلقة ثانية. بيسعدنا نرحب فيكم مجددا، رح يكون معنا ضيوف كتير أعزاء، رح يكون معنا كتير من الاستطلاعات الرأي، لكن بالبداية خلونا نضم صوتنا لصوت السيد وزير التربية الأستاذ الدكتور محمد عامر المارديني اللي زار مدينة دوما ومسرابة، جول بأرجاء المدارس ووصف يعني حقيقة جهود ودور المجتمع المحلي الأهلي بأنه هو مثال يحتذى به ليس فقط على مستوى سوريا وإنما يقدم للعالم أجمع، فهذه تحية لأهل مسرابة، وخلونا نتابع سوا نحن وأنتو ونضم صوتنا إلى صوت السيد وزير التربية. الحقيقة الجولة شملت مدينة دوما ومسرابة، الحقيقة المجتمع المحلي بيعطي مثل للعالم كله مو بس للشعب السوري عن حبه وانتمائه لبلده ولأهله ولناسه. الحقيقة المبادرات المجتمع المحلي في ترميم المدارس والعناية بها والعناية بالأجيال القادمة مثال عظيم بيشعرني بالفخر أنه أنا أرأس مؤسسة فيها هالتربية لأخذها الوعد العظيم، وخاصة في وقت عم نعاني منه لحنا من حصار جائر ومن حرب ظالمة، مع ذلك الكل رجع واستعد ليمد إيده بالعطاء وقبل كل شيء بالانتماء، الانتماء لبلده. قلت كلمة مهمة جدا، لحنا تاريخنا الطويل، لحنا في الحضارة اللي عمره 10,000 سنة لا بد إلا وينعكس، وخاصة في وقت الأزمات. الحقيقة الأزمات أو الحروب دائما فيها إشكالية أنه التعليم هو أول ما يتأثر وآخر ما يتعافى، بس أنا واثق جدا جدا جدا، أنا بعد ما شفت الأهالي اللي أنا بقدم لهم تحية من القلب يعني ولكل الكوادر التربوية في ريف دمشق بشكل عام ودوما ومسرابة، مثل ما شفنا بمدن تانية مثل النبك، بدي أنا أوجه لهم كل رسالة شكر، وبتمنى فعلا أنا أنه هالحالة هي تكون حالة عامة، هي أكيد حالة عامة بس لسه ما لها ظاهرة للإعلام. نحن حنحاول ندور نحن في كل المحافظات السورية لنشوف مقدار مساهمة المجتمع المحلي في العملية التربوية. شكرا جزيلا، وبتمنى إن شاء الله أنه هالجيل هذا يحس فعلا بقيمة أهله وناسه اللي هن عم يدعموه بوقت صعب عم نعيشه نحن فيه. من جديد مشاهدينا الأحبة يسعد صباحكم، وبيسعدنا نكون سوا نحن بنفس كتير جميل بمعطر، خلينا نقول بنفحات رمضانية، وخاصة أنه نحن برحاب شهر كريم. تحية لألكم ورمضان كريم من فريق عمل برنامج لنتشارك معا، وبيسعدنا أيضا نرحب بضيوفنا اللي موجودين معنا هون، ويمكن نحن نكون خلينا نقول نحن اللي ضيوف عليهم، كل من الأستاذة نهى النجار وحضرتك
مدير المجمع التربوي بدوما. منطقة دوما. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. الله يبارك فيكي. يعني نحن بدنا نأهل بقى لبعض، يعني بدنا نقول شو أنتم بكون تأهلوا فينا ولا نحن بدنا نأهل فيكم؟ أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة نهى. أيضا بيسعدنا يكون معنا رئيس بلدة مسرابة الأستاذ سعيد الحلاق. يسعد أوقاتك ويا مرحبا. أهلا وسهلا بحضرتك. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. يعني شوف قديش نحن انطلقنا بهذا البرنامج، لكن يعني شاءت الأقدار وشاءت الصدف أنه نكون برحاب شهر كريم بهي الصبحية الجميلة جدا، يعني برحاب هالمدرسة الحلوة. خلينا أستاذة نهى نتعرف على هي المدرسة اللي نحن هلأ ضيوف فيها كبرنامج. هلأ نحن موجودين بمدرسة مسرابة للبنات حلقة تانية. طبعا هي المدرسة بتضم بنات سابع ثامن تاسع. طبعا الكتلة المجاورة اللي احنا تجولتوا فيها هي عبارة عن أربع مدارس. عنا مدرسة حلقة أولى ذكور، مدرسة حلقة تانية بنات، عنا مدرسة الحلقة التانية اللي موجودين فيها، وعنا ثانوية مختلطة طبعا من السابع للبكالوريا. فلحنا عنا بمسرابة 2500 طالب من المرحلة الأولى، نعتبر من مرحلة استعدوا للالتحاق بالمدرسة للبكالوريا، موجودين بمسرابة. موجودين هي نحن هون بتجمع، خلينا نقول مدارس. تجمع مدارس مسرابة. حلو، في أربع مدارس، نحن في أمام يعني أربع كتل من المدارس. تمام. تمام، لكن هلا نحن بريحة مدرسة مسرابة بنات حلقة تانية. تمام، حلو. نحكي أيضا مع حضرتك يعني أستاذ لحتى نعرف قديش دور المجتمع، وحضرتك من المجتمع الأهلي المحلي وممثل أيضا بما يخص يعني كون حضرتك رئيس بلدة مسرابة، فخبرنا عن هذا الموضوع. أول شيء بدي رحب بحضرتك والقناة الفضائية التربوية، أنت والكادر اللي عم يشتغل، أنتوا بين أهلكم وبلدكم إن شاء الله. أكيد. بالنسبة لمسرابة تقريبا عدد سكانها مساحتها 360 هكتار. طبعا مسرابة تحررت 2018 بسبر أهالي الغوطة الشرقية. دخلنا لقينا الخدمات، المدارس، المستوصف، البلديات، المقسم كله مدمر طبعا للأسف الشديد. يعني حرب شنت على 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 بلدنا، حرب قذرة. رجعنا نحن على البلدة يعني المجتمع كله من مسرابة، كله أهالي مسرابة هو. فرجعنا على بلدنا، بدنا نعمرها. البلد بتعمر بأهلها. فتكادرت محافظة ريف دمشق، مشهورة سيد محافظة ريف دمشق، مع المجتمع المحلي. المجتمع المحلي اللي قدم شغلات، بلشنا بالإعمار طبعا، قدم شغلات كتير كبيرة لبلدنا. من أول ما بنتجه نحن بنتجه على الموضوع التعليمي اللي أساس بده يربي أطفالنا وأولادنا، مشان يعني كان الأولوية، يعني من بين مناحي الحياة اللي هي كلها معدومة خلينا نقول، إلا أنه كان في تفكير وأولوية لاتجاه قطاع التربية، لأنه متى ما يعني كانت التربية تمام فبتحس أنه يعني في عودة الحياة، يمكن هو الملجأ الأول. أو صحيح. المدارس مدمرة، عنا أربع مدارس، رجعنا بنية تحتية نشتغل عليها، من صرف صحي، مياه، كهرباء، صفوف، والأهم من هيك الكادر التدريسي. الكادر التدريسي اللي نحن بمسرابة كله كادر من أهالي البلدة، مدرسين ومدرسات وإداريين. فرجعنا نبني بهل انطلقنا من التعليم أو القسم التعليمي أو التربوي وبلشنا شغل. ظافروا المجتمع المحلي، ما قصر معنا، بالإضافة للمغتربين كمان ما قصروا حق بلدهم، وانطلقنا مع الأساس لحتى شفتي هلا شفتوا تفاصيل بيكون. كثير رح نتعرف أيوه. عليها يعني من خلال يعني معرض حوارنا مع حضرتك. صحيح. ومع أيضا الأستاذة نهى، خبرينا أكثر عن واقع التربية والتعليم بدوما، كون حضرتك مشرف المجمع التربوي، كيف هو اليوم؟ في أمامه تحديات مثلا؟ كيف عم تعملوا لأنه تتجاوزوا هاي التحديات؟ هلا نحن بدنا نحكي على شيء كتير مهم. نحن بعد التحرير بال2018 طبعا بلش عودة الأهالي تدريجيا للمناطق،
فنحن اذا بدنا نحكي اليوم على مسرابه تحديدا، كانت مسرابه عدد الطلاب اللي موجوده بال2018 حوالي 250 ل 300 طالب. تمام، كان في تحديات كثيره. تمام، اول شغله احنا بلشنا عن طريق مديريه التربيه باجراء صيانه سريعه لتجهيز عدد من الشعب لاستيعاب مجموعه من الطلاب. طبعا بلشنا بصيانه سريعه مباشره البواب الشبابيك تامين المقاعد. هلا في شغله ثانيه يتعاون فيها المجتمع المحلي هي ترحيل الردم والانقاد اللي احنا كان عندنا موجود طبعا من المدارس. احنا في عندنا في مشكله بنعاني فيها بكل المناطق هي كميه الردم والانقاض اللي موجوده، اضافه للضرر بالبنيه التحتيه اللي موجوده. فالمجتمع المحلي ساهم بازاله الردم والانقاض، تعاون مع مديريه التربيه بتجهيز عدد من الصفوف. انا بتذكر لهلا بال2018 كانت هي كتله المدارس كلياتها، كان في عندي كسور للمدارس بس كلياته في فتحات، المجتمع المحلي سكر الفتحات، امن البلوك، امن العمال، اضافه انه امن كمان حارس انه يكون مسؤول عن حمايه المدرسه. حلو هذا الكلام. طبعا مع صار في توسع بالمشروع، صار في عندنا منظمات دخلت ساهمت عن طريق وزاره التربيه مديريه التربيه، فتوسعنا بهذا الموضوع. فصلنا احنا عنا مدارس، مدرسة حلقة أولى هي بنات، مدرسة حلقة أولى ذكور، مدرسة طبعا هي اللي موجودين فيها مسرابة بنات اللي هي من السابع للتاسع، إضافة إنه عنا ثانوية بمدرسة مسرابة هي فيها من صف السابع للبكالوريا. هلا احنا كان في تحديات كثيرة. هلا في أمور مثلا احنا في أمور هي مديرية التربية هي ممكن تقدمها، يعني احنا بدنا نحكي من بعض الأمور. كان في مساهمة كثير تأمين الأساس المقاعد، كان في مساهمة الوسائل والتقنيات التعليمية اللي ممكن تساعد الطلاب على إيصال المعلومة إلهم، إضافة لمشروع كثير كان مهم انطلق بمسرابة هو بمدرسة اللي زرناها اللي احنا مدرسة محمود درويش للبنات، هي شعب استعدوا للالتحاق بالمدرسة. البنات لكن هي الحلقة أولى خلينا. تمام، حلقة أولى، بس احنا هذا الموضوع كثير مهم. احنا فتحنا عن طريق طبعا التربية وعن طريق اليونيسف غرفتين، طبعا المجتمع المحلي ساعد إنه توسع المشروع، صار عندنا 4 غرف روضة. طبعا السبب إنه احنا الرياضة الخاصة بهالأيام احنا الأسعار كثير غالية، والأهالي طبيعة المنطقة هون هي طبيعة اللي احنا بنعتبرها أنه هي فقيرة، يعني الاعتماد بالمجتمع المحلي على كم شخص. تمام. كم شخص، إضافة أنه الكمية اللي عم تصير فيها دعم المجتمع المحلي كل سنة عن سنة عم بتزيد، التضخم المالي طبعاً اللي احنا بحاجة له، لحتى وصلنا احنا لهي السنة اللي احنا في عنا هلأ هون حوالي 2500 طالب ما شاء الله. عنا يعني شوفي من 250 طبعاً طالب لألفين، حتى ال 250 يعني استوقفني هذا العدد، وما بعرف يمكن بعتقد انه يمكن يكونوا متنوعين كفئات، يعني 250 يعني يمكن حلقة أولى وثانية، حلقة أولى وحلقة وثانوي، ويمكن يكون علمي وأدبي متفرعة، فكان يمكن أمامكم هذا تحدي إنه أنتوا كيف تكونوا تأمنوا لهم الكادر التدريسي. هلا بالإضافة إنه بال 2018 انعمل دورات تعليمية سريعة عن طريق التربية والمنظمات اللي احنا اللي اعتمدنا فيها على الطلاب، إنه هن ضميناهم للمدارس، انعمل لهم سبر، التحقوا بدورة شهرين، بعد الدورة الشهرين نحطوا على حسب مستوياتهم على حسب أعمارهم، هذا الموضوع ساعد. اضافه انه كان في كثير شغلات على فكره تجيهم، مثلا مساعدات تجيهم، الحقائب المدرسيه بدنا نحكي عنها، هذا الموضوع كان كثير مهم، دعم للطالب لحتى هو بالنسبه له يتحمس ويجي للمدرسه. نحن هلا قدام 2500 طالب، اذا بدنا نحكي على الواقع التعليمي، انا بعتبر الواقع التعليمي هي السنه افضل من السنه الماضيه، افضل من السنه اللي قبل منها. حلو هذا. نحن في عندنا بشكل عام بكل سوريا على فكره في عندنا نقص ببعض الكوادر التدريسيه اللي هي الاختصاصات اللي بدنا نحكي عنها، مثلا اللغه الانجليزيه، اللغه الفرنسيه، الرياضيات، الفيزياء. هلا نحن هون تقريبا فينا نقول الحلقه الاولى والثانيه مغطيين تقريبا الشواغر بالكامل. بالثانويه عندنا جزء بسيط من اللغه الفرنسيه فقط، فطبعا احنا تم تغطيه الشواغر كلياتهم. كمان في موضوع شجع على تغطيه الشواغر كلياتهم بالاضافه للراتب اللي بياخده طبعا من مديريه التربيه. احنا في دعم من المجتمع المحلي لكل مكلف بيجي تامين المواصلات له، في عندنا دعمه باجار ساعه محدده، مثلا في عندنا احنا بالحلقه الثانيه ممكن نعطيه اضافه 2000 ليره على الساعه، ممكن نعطيه بالثانوي 3000 ليره على الساعه، اضافه انه كل شيء معلمين عندنا بالحلقه الاولى في له رواتب شهريه مقطوعه من المجتمع المحلي، اضافه لتامين المواصلات اذا في عندنا عدد من المعلمات كانوا يجوا من برات منطقه مسرابه. هذا الموضوع شجع كثير اشخاص انه هي تجي على التدريس، وخصوصا اعتمادنا على المكلفين، يعني احنا اعتمادنا على طلاب بالجامعه سنه ثانيه وسنه ثالثه بالساعات، والوكلاء بالحلقه الاولى. تمام، بس هذا الامر كثير مهم يعني عم تحكي عنه استاذه نهى. خلونا مع حضراتكم ايضا يعني نتعرف على بعض اراء المدرسين والمدرسات بهي المدرسه، واكيد نحن رح نرجع نكمل الحوار مع حضراتكم.
ندى طبرني مديرة مدرسة محمود درويش للبنات الحلقة الأولى التعليم الأساسي. ممكن معرفة واقع العملية التربوية والتعليمية عندكم؟ هلا بالنسبة احنا العملية التربوية والتعليمية عندنا إن شاء الله ناجحة بفضل من الله تعالى. شبه غير تكاد تكون معدومة، حتى لو حدث أي شيء غير ممكن مباشرة يترمم. الكادر التعليمي عندي متعاون جدا على قدر المسؤولية في إنجاز هذه المهمة التدريسية والتربوية. طبعا هن ما بأسوأ أبدا بالناحية التربوية أو التعليمية، بالنسبة للتحضير، بالنسبة للالتزام بالدوام والانضباط، بالتحضير، بالإعطاء، بالتكريم، بالتعزيز، كل هذا الحمد لله بفضل من الله تعالى موجود عندنا بالمدرسة. نحكي عن نوع المساهمات اللي عم يقدمها المجتمع المحلي. هلا المجتمع المحلي من بداية افتتاح المدارس هون، ما تم تحرير الغوطة على أيدي الجيش العربي السوري، المجتمع المحلي هو مباشرة بادر بتأهيل المدارس، بإزالة الردم، بدعم المدارس بغطاسات، بمولدات، تأهيل الأبنية بشكل إسعافي. بشكل عام يعني المجتمع المحلي بيقدم صيانات متكررة حسب الحاجة للمدارس، لأنه الصيانة ما بتنتهي أكيد، وبتضل هي المدارس في حاجة لصيانة، فهن ما بيقصروا. بس في ناحية كمان نحن عندنا أنه هنا بمدارس مسرابة المجتمع المحلي قام ب يعني خطوة حلوة وقدموها للآنسات، هي المكافآت المالية مرعة للواقع الاقتصادي طبعا الموجود في البلد، بالإضافة أنه هو مكافأة معنوية، حسوا الآنسات وشعروا فيها أنه هي مكافأة معنوية تقدير لجهودهم. ففي مكافأة مالية شهرية تقدم للكادر التعليمي في مدارس مصر. علي أحمد، مشرف تربوي على مشرف على مدرسة محمود درويش. ممكن نحكي عن دورك بالعملية التربوية بالمدرسة؟ مشرف تربوي بتم متابعة تحضير المعلمات، إعطائهم للدروس، تعيين الوكلاء في بداية العام الدراسي، تأمين الكادر. طبعا في كون المنطقة في نقص كثير بالكادر التدريسي يتم تعيين الوكلاء وتأمين الوكلاء. طبعا المجتمع المحلي دعم هالشيء وأعطى دعم للوكلاء لحتى قدرنا نأمنهم. وبالمقابل مديرية التربية بتوجيهات السيد المدير قمنا بدورة لتدريب الوكلاء بالعطلة الانتصافية بطرق الحديثة للتدريس. فينا نحكي عن دعم المجتمع المحلي لإعادة التدريس هون يعني من بدأ وجديد؟ المجتمع المحلي كان الدعم باتجاهين، دعم للبناء المدرسي وصيانته، ودعم للكادر التعليمي، عم يدعم كمان الكادر التعليمي ليحافظ على ثبات العملية التعليمية. معلمة ياسمين نبيل غبور، مدرسة صف رابع مدرسة الشهيد محمود درويش بمسرابة. بدنا نحكي عن دعم المجتمع المحلي للكادر التدريسي الموجود بالمدرسة. يعني الحمد لله متعاون معنا بكل شيء، صح هو دعم بسيط، دعم مادي بسيط، بس يعني مهم انه هن تذكرونا ولو شيء بسيط، وحتى يعني مو بس ماديا حتى معنويا، يعني الحمد لله كل شيء تمام يعني. وبالنسبه مثلا لكثير كانت المدرسه مخربه، يعني عمار، بناء سور، بواب، نوافذ، من جميعه يعني الحمد لله. الآن سهدي سليم كساب. الشعبي روضة فئة ثالثة. من أيمت تم افتتاح شعبة الروضة؟ من السنة الماضية افتتحت. في مساهمات من قبل أهالي الطلاب بالمجتمع المحلي؟ في تعاون كتير، وفي من المجتمع المحلي كمان بيتعاون معنا والإدارة والتربية وكلهم. في مساهمات من قبل المجتمع المحلي الموجود في بلدة مسرابة بعيدا عن اللي بتقدم لكم اياه التربية؟ في مبالغ مالية احيانا، بس يعني وكل شيء بدنا اياه بيقدروا يساعدونا فيه. نغم كساب. اي صف؟ درس صف اول.
ممكن تحكي عن دعم المجتمع المحلي والأهلي وأهل الطلاب لألكم؟ أكيد في دعم، في دعم بالتصليح المدرسة، إذا في أضرار عم يشاركوا بتصليحها وعم يدعمونا يعني على قدر الإمكان. يسعد صباح كل مشاهدينا عبر التربوية السورية، أكيد بنشد على أيادي كل المدرسين والمدرسات اللي يعني استطلعنا آرائهم بهي المدرسة، وأكيد التحية منهم موصولة لجميع مدرسينا وكوادرنا الإدارية بمختلف المدارس في سوريا الحبيبة. بنرجع لكم ضيوفنا، يعني خلينا نحكي مع حضرتك أستاذ سعيد، كونه حضرتك ممثل كرئيس بلدة مسرابة، عن المجتمع المحلي، فيمكن التواصل هون سهل، يعني منهم وفيهم عم تتواصل معهم، عم يتواصلوا معك، يمكن بيسهل كتير من الأشياء وبيذلل كتير من الصعوبات. الدعم ما كان من المجتمع المحلي فقط للمدارس، وإنما شمل كل مناحي الحياة. خلينا نفصلهم وخلينا يكون التركيز على المدارس. طيب. إن أمكان ما عندك مشكلة. نحن بالنسبة للمجتمع المحلي مؤلف من عدة أشخاص، فعاليات اقتصادية عندنا بالبلدة، فمثل ما قلت لك أنه نحن كان متوجهين أول شيء الموضوع التربوي، بالإضافة للموضوع التربوي مقسم الهاتف تم ترميمه، في عندنا موضوع الزفت والإسفلت والمواضيع هاي بالبلدة، في عندنا الأبنية تبع محولات الكهرباء، في عنا شبكة المياه، شبكة الصرف الصحي، أكيد عنا المستوصف مبنى البلدي، أيوة المستوصف مبنى البلدية تم ترميمه على نفقة المجتمع المحلي. انتبهنا عليه ونحن بطريقنا لعندكم إنه ترمم من جديد بعد ما تعرض. نحن هلأ موضوع إنارة البلدة بشكل كامل ليلا على المجتمع المحلي، مرقنا شوط كبير، اتجهنا على المدارس، حتى سوق الخضرة يعني بعده مهدم مثل ما هو، في فكرة انكم عم نشتغل يعني مبدئيا، يعني البلدة خارج الخدمة 10 سنوات وحرب قاسية علينا، فالإعمار بيأكل بعض الوقت، فنحن عم نشتغل ليلة نهارا. تمام، يعني من وقت اللي تم تهجيرهم من قبل الإرهاب أكيد راحوا بمناطق مثلا إن كان دمشق أو كان مناطق أخرى، رجعوا بال 2018 بعد ما تم تحريرها بهمة الجيش العربي السوري، رجعوا يعني هي الفترة أكيد يعني تعطلت أعمال كتير من الناس، لكن شوف بمجرد ما رجعت الحياة رجعوا، فأنتوا استعدتوهم يعني حتى يمكن استفدتوا من الأيدي العاملة، لأنه منعرف ريف دمشق مثل ما هي خيرة أرضها خيرة ناسها، هن الموسم الأجمل، يعني يمكن يكون اللي بيشتغل بالتمديدات الصحية يمكن يكون من الأهالي أستاذ سعيد. بعتقد صحيح، إحنا بعد عملية التحرير ورجعت أهالي البلدة بال 2018 رجعت الأهالي قلبها تعبان، تعبان تعبان، الناس لقيت بيوتها مدمرة، لقيت رزقها ضايع، لقيت كذا، فحاولنا قدر الإمكان إنه نرجع ونلملم جراحنا وجراح أهلنا بلدتنا، باللي انطلقنا يلي المحافظة مشكورة توجيهات سيد المحافظ إنه هي بلدكم دول أهلكم، شو ما يعني بدنا نقدم كان في دعم، يعني خلينا نقول لا محدود من الجهات المعنية العليا، الجهات المعنية يعني السيد المحافظ مشكور بيقولوا لنا ارفعوا لنا مشاريع، شو بتكون مشاريع ارفعوا لنا. تمام، ايه ما قصروا يعني، عملنا ترحيل انقاض، هلا حضرتك بتشوفي الانقاض والردم الموجوده، يعني شفناها مشاريع حبيبي. صرف صحي. تمام. مشاريع مياه، مقسم الهاتف تقريبا صار جاهز ان شاء الله بايام معدوده بيشتغل، عنا لحتى المستوصف كمان، يعني الخدمات العامة، الخدمات اللي بتقدم من البلدة، يعني قطعتوا شوط كتير كبير من 2018 اليوم نحن بال 2024. أكيد. تمام، حلو هذا الكلام. طيب أثناء يعني فترة التهجير أستاذة نهى، ربما يكون صار في ظروف، مو ربما أكيد كان في ظروف صعبة عند الناس، يمكن ما قدروا يبعثوا أولادهم على مدرسة، أو صار في نوع من التسرب من المدرسة، إجا منهاج الفئة باء لحتى يتمم هي القصة ويكملها،
كيف كان منهج في اباء وتطبيقه واليه تطبيقه من 2018 لهلا؟ هلا منهاج في اباء بمدارس خلينا نقول دوما يعني هلا كلها نحن صحي بمسرابه. هلا صراحه المنهاج كان تجربه كثير حلوه وطبقنا، يعني احنا اعتمدنا عملنا وقتها احنا عملنا حمله اعلاميه عن طريق الجوامع عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي صفحات يعني على الفيسبوك التواصل الاجتماعي على فكره وتواصلنا مع كل شيء عنا طلاب لهم اخوات متسربين على المدرسه فرجعنا بالنسبه لنا التحقوا وعملوا دوره على فكره وعملنا مراكز تقريبا كان عنا عدد الطلاب تقريبا عنا 4 مراكز بمنطقه دوما بيتجاوز حوالي 300 طالب هلا هدول 300 طالب طبعا المنهاج هو عباره عن منهاج شامل كامل بالمواد الاساسيه في طلاب بالنسبه لها التحقت فيها كان في تامين لهم كمان دعم قرطاسيه اضافه انه في عندهم قسيمه شراء بقيمه 50 او 75 الف ليره ياخذوها ولحد هلا التجربه هي بالنسبه لها موجوده طبعا تم اجراء دوره تدريبيه للمعلمين اللي درسوا منهاج الفئه ب بحكم نحن بدنا نعتبر انه هذا الطالب انقطع عن الدراسة يعني ممكن نلاقي طالب لحنا بالمستوى الأول عمره 10 سنين أو 11 سنة عملوا لهم دورة كيفية التعامل مع الطلاب تم توزيع الكتب لهم تأمين الكتب لهم في بعض المدارس تم دعمها بالأساس هو المخصص لمنهاج الفئة ب إضافة لدعم الطلاب تمام يعني كان في قاعات صفية بالإضافة للمدارس هي خاصة بمنهاج خاصة الفئة ب التقييم التقويم لمنهاج الفئة ب أو الداخلين لهذا المنهاج يعني كان في اكيد ناس يمكن رجعت على القاعات الصفيه النظاميه طبعا منهاج الفئه ب كان في تجربه كثير حلوه للطلاب لحد هلا بالمدارس موجودين طلاب الفئه ب بشعب مستقله لهم وعندنا اعمار متفاوته يعني عندنا 15 16 سنه فكانت التجربه جدا ناجحه اضافه انه نحن بنتابع اي مشكله ممكن نتعرضوا لها ومنعالجها طيب بنوضح فكره انه هو كل سنتين بسنه يعني الاول والثاني ب الاول والثاني بمستوى من مستويات المنهج مستوى ثاني الخامس والسادس مستوى ثالث السابع والثامن مستوى رابع طبعا بعض منا ممكن يتهيأ هو اذا مواليده مناسبه لجدول الاعمار بتابع تاسع بالمدرسه او بيلتحق بيقدم تاسع احرار حلو هذا الكلام يعني نحن يعني خلينا هيك ايضا نلفت لانه نحن يمكن عم ناخذ الجو العام صوت العصافير صوت مثلا دراجه مره من جنب المدرسه هذا الجو اللي نحن بنعيشه بالاضافه لانه مخرجنا بيعرف انه انا بحب الجراس فحط لنا يعني هيك جرس المدرسه شكرا يعني على هاللفته الحلوه بس بيعني كثير هذا الجرس يعني وقت اللي نحن خلينا نقول وقت اللي انتم تكاتفتوا مع بعض وخلينا نقول رنيتوا جرس انذار انذار لا هي مو بمعنى انذار وانما تنبيه لكل الناس دعيتوهم اشتغلتوا على انه على مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما قالت الاستاذه نهى التجاوب كيف كان من الاهالي بعد ما رجعنا لهون افتتحنا المدارس وبلش الشغل يعني بدنا نعمل عملنا ورشة عمل كبيرة حتى نبلش نرجع أطفالنا وأولادنا وطلابنا على المدارس مين هنن بالورشة؟ مين كان الحضور؟ من وجهاء المجتمع المحلي بمسرابة مثلا؟ طبعا المقتدرين الميسورين أكيد خلينا الفعاليات الاقتصادية مجتمع محلي المختار المحافظة تمام. التربية عملنا فريق عمل متكاتف تمام. وانطلقنا وبلشنا نشتغل على هالموضوع فطلع الموضوع تدرج حتى شوفت عينكم شلون اليوم المدارس لو ما كانت هي اللحظات ممكنة ما كنا موجودين لو ما في جهود كتير كبيرة بدءا من التحرير وصولا لهي اللحظة اللي نحن فيها كان في تحديات أمامكم؟ أكيد بيكون في مثل تحديات يعني مثلا يعني طيب انت نحن دخلنا على مدارس مدمره اول شيء بدنا نجهز الابنيه تمام بدنا نجهز الصفوف بدنا نجهز مستلزمات الدراسه التربويه او العمليه التربويه بالموضوع الكادر التدريسي هو اهم شيء انطلقنا وبلشنا الشغل على هالاساسات
كان في صعوبات، كان في خلينا نقول يمكن بيوم من الايام تقولوا عم نشهق ما عم نلحق، خلينا نقول ولو حكيناها هيك بالعاميه كمثل شعبي، لكن اشتغلتوا كثير لحتى وصلتوا لهي النتيجه. اكيد بنشد على اياديكم. خلينا مع حضرتك استاذ سعيد، مع حضرتك استاذه نهى، مع كل مشاهدينا عبر التربويه السوريه ايضا، نتعرف على بعض يعني وجهاء من المجتمع المحلي بمدينه مسرابه. أديب المنفوش، مدرس رياضيات. ما هي الرسالة اللي بتحب توصلها عن أخوك اللي هو الممول الأساسي للمدرسة؟ طبعا أخي هو مدير شركة المراعي الدمشقية، صاحب الشركة، بيمول المدارس مع بعض كمان العائلات من بلدة مسرابة، في يعني عائلات من المجتمع المحلي. الرسالة بنحب نوصلها أنه نشجع كل الناس تشتغل وتأدي واجبها تجاه التعليم، لأنه هدول بالنهاية أولاد البلد وأولاد نفسهم، الناس اللي عم تقدم، وهدول بالمستقبل هن حيكونوا علماء البلد، وهن حيكونوا أطباء البلد، وهن حيكونوا مدرسين البلد. فنحن إذا ما اهتمينا فيهم وما اهتمينا بأولادنا فما لح يصير هذا الكلام. ودائماً نحن بالنسبة إنه وقت اللي الواحد بيقدم هي صدقة، ومن أفضل الصدقات هي إنه الواحد ينشئ طالب علم. ومنشجع الناس إنه تهتم بالموضوع، وبقية الناس تهتم بالموضوع، تهتم بالمدارس وتهتم بالمدرسين ودعم المدرسين، لأنه بناء المدرس بيبدأ هو بناء المجتمع. أنا لما ببني مدرس وبساعد المدرس يكون صح، بكون عم ببني المجتمع وابني البلد تبعنا كمان. الأستاذ عبد الرؤوف الزعبي، مدير مدرسة نادر عبد الرحيم للبنين في مسرابة. ممكن نحكي عن مدى تفاعل المجتمع الأهلي والمحلي في دعم المدارس؟ نعم، هلا في بلدة مسرابة عندنا تجربة فريدة ويعني مثال يحتذى به في هذا التعاون. وهناك تعاون كامل من لحظة فتحت المدارس ب 24/6/2018 وهذه اللحظة ما بين المجتمع المدني والمجتمع المحلي والمدارس في مسرابة، وهذا لعب دور الأكبر في هذا في استقرار العملية التعليمية في مسرابة. فالتعاون على كافة الصعد التعليمية والتربوية والفعاليات في البلدة قائمة وبشكل مباشر بالتعاون معنا على موضوع التعليم. نحكي بالتفصيل عن المساهمات اللي قدمها المجتمع المحلي للكادر التدريسي؟ نعم، نحن على رأس هاي المساهمات عندنا المساهمة المالية. المساهمة المالية هناك دعم مالي لمدارس مسرابة من الأستاذ أديب المنفوش ومن الأستاذ محي الدين المنفوش، وهناك دعم مالي لجميع المدرسين في بلدة مسرابة منذ أكثر من عامين. ودعم العملية التربوية كيف كان للمدرسة؟ كان الدعم هو ليس فقط هو دعم مالي، يعني الفعاليات في البلد موجودة معنا من لحظة ابتدأنا هذه المدارس، وكان هناك دعم معنوي أكثر ما يكون دعم مالي، وبالإضافة إلى دعم لوجستي كمان. وكان هناك يعني تواصل وحوار ومناقشات كبيرة ما بين المجتمع المحلي وإدارات المدارس، وانعكس هذا على موضوع أنه يعني تم يعني التنسيق مع مديرية التربية بإشراف الأستاذ ماهر فراج ومشرفة المجمع الناسي نهى النجار، وكان هناك بالفعل حلقة عمل كاملة وعمل دؤوب حتى هذه اللحظة. بشير التكليم، بلدة مسرابة. نحكي عن مدى تفاعل المجتمع الأهلي والمحلي في دعم المدارس؟ من بعد التحرير فورا من 2018 بلش التفاعل، من ابتداء من عملية تعليمية المدرسين كانوا كلهم من أبناء البلدة بداية بدون أي دعم خارجي. حتى في كتير مدرسين سنة كاملة أو أكثر من سنة كانوا عم يدرسوا مجرد أنه العملية التعليمية تستمر، يعني ما توقف لا على دعم مالي أو دعم معنوي أو كذا، يعني أنه كانت الفكرة بداية أنه تبلش المدرسة تشتغل بغض النظر عن أي شيء. هنا نحكي بالتفصيل عن نوع المساهمات اللي قدمها المجتمع المحلي للمدارس. هلا اجيتوا يمكن انتم بوقت بعد اللي صار بسنتين او ثلاثه، فالمدارس وقفت يعني فينا نقول على رجليها، صار في ابنيه، صار في صفوف، صار في مقاعد، هذا الحكي كله ما كان. يعني العمال في عندنا كثير عالم كانت تتبرع انه هي تجي تعمر مثلا جانب معين، في عالم تتبرع بباب، يعني اي مساهمه او اي خدمه كانت من اهل البلد كانت هي كفيله انه نحسن نعمل صف زياده او نحسن نعمل نقدم مقعد زياده او
اي شيء بنحسن ننهض المدرسه. بعدين وقت صار في منظمات واجت منظمات يعني هون بلشت تنهض، بس ما كانت واقفه يعني من قبل منها ولا هلا حتى واقفه، وحتى هلا يعني احنا ما خلصنا، ما فينا نقول ان مدارسنا صارت حاله ممتازه، بس هي حاله احسن من الجيده يعني ان شاء الله، ونامل ان شاء الله تكون احسن. الاستاذ ماهر كمال فرج مدير تربيه ريف دمشق حبذا لو تتعاضنا بصوره الواقع التعليمي في بلده مسرابه. اليوم نحن في جولة ميدانية في بلدة مسرابة، هذه البلدة التي حررت مع المناطق التي كانت تخضع لسيطرة مجموعات مسلحة في آذار 2018، وكان أمامنا تحديات وجهود كبيرة حقيقة على مستوى ريف دمشق بشكل عام، وربما في بلدة مسرابة بشكل خاص. يعني اليوم لدينا 5 مدارس في بلدة مسرابة، استطعنا إعادة 4 مدارس إلى الخدمة ووضعها بالاستثمار مجددا. لا شك كنا أمام تحديات يعني بما يتعلق بالأبنية المهدمة، بالمواد التي فقدت والأثاث في المدارس، بالتعاون حقيقة مع وزارة التربية ومحافظة ريف دمشق وفي المقدمة مع المجتمع المحلي، استطعنا العمل على تهيئة البنى التحتية في هذه المدارس، وأيضا العمل على تأمين الكادر التدريسي من خلال تأمين مستلزمات وسائط النقل، الأثاث المدرسي ودعم المعلمين، سواء بمبالغ مالية أو من خلال الدعم المعنوي، وصولا إلى يعني سد جميع الشواغر التدريسية. لدينا خطة الآن بالتعاون مع المنظمات الدولية لوضع عدد من هذه المدارس في خطة المنظمات من أجل إعادة تأهيلها بشكل كامل وترميم النواحي الغير إنشائية. ما مدى تقويمكم للعملية التعليمية؟ لا شك يعني كل عملية تعليمية لديها مدخلات ولديها مخرجات. يعني اليوم في ظل ما تحدثت عنه قبل قليل من حيث تأهيل البناء وتأمين الكادر التدريسي وتأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، أعتقد أصبح لدينا مدخلات يعني متكاملة. امتحانات العام الماضي والعام الذي سبقه كانت يعني مؤشر على مخرجات العملية التعليمية من خلال تقدم الطلاب لشهادة التعليم الأساسي أو شهادة التعليم الثانوي، ووصول عدد جزء منهم يعني لعلامات عالية في الشهادة الثانوية. شو خطتكم المستقبلية لتأهيل المدارس؟ لا شك يعني بالإضافة لجهود المجتمع المحلي، هنا أتحدث عن 53 مدرسة تم تأهيلها من المجتمع المحلي منذ العام 2018 حتى نهاية العام 2023. أيضا لدينا خطة استثمارية تقوم بها مديرية التربية بالتعاون مع المحافظة، ستستهدف العام 2024 41 مدرسة سيتم تأهيل المرافق فيها وتأهيلها وصيانتها بشكل كامل. أكيد منرجع لكم من جديد عبر التربوية السورية، ومنشد على الأيادي البيضاء، ومنشد على يعني نبضات كل شخص يسعى دائما لأنه يكون مبادر، أنه يكون هو صاحب مبادرة، يكون عمله في المكان الصحيح لحتى يكون العمل منجز، ليس فقط على مستوى عائلة وإنما على مستوى خلينا نقول بلدة، قرية، مدينة، وصولا لمجتمع أجمل. كلياتنا مننشده ومنسعى لأنه يتحقق على أرض الواقع مجتمع سوري راقي كما هو انطلق من آلاف السنين. نرجع لكم ونرجع لضيوفنا. أستاذة نوها، خلينا نحكي عن بنية المجتمع هون بمدينة يعني مسرابة أو بلدة مسرابة، يعني خلينا نكون كتوصيف إداري، بلدة مسرابة. احكي لنا عن الناس، احكي لنا شو عملهم. قلتي ان هن بسطاء فقراء من ريف الشام، خلينا هيك نتعرف عليهم اكثر. هلا اهالي بلده مسرابه مثل كل منطقه دومه، هن عباره عن اهالي بسطاء، اعمالهم هن اعمالهم يوميه. تمام. ما في عنا اللي احنا فينا نقول التجار، يعني هلا هن اصحاب المهن الثابته او المعامل او التجار بنحكي عليهم، بما انه احنا بنعتبرها شبه نائيه مسرابه ريف دومه. هن معدودين، يعني عبارة عن شخص أو شخصين. تمام. في تنوع بالأعمال اللي بيقوموا فيها، سهل التعامل، نجارة مثلا، نجارة، إحدادة، في عنا تقريبا أعمال البناء، أعمال البناء، أيدي عاملة، أيدي عاملة أعمال البناء. يعني نحن بنسمع مثلا دوما قديش خيرة بكل مناطقها وبكل بلداتها، المشمش وأمر الدين يمكن من الصناعات اللي أنتم بتشتغلوا عليها كورشات في البيت، بنشتغل فيها، إضافة إنه وجود الأراضي الزراعية، فالغالبية بيشتغل بالأرض، يعني بنعتبر إحنا عنا الفلاحين. بالنهاية هن بهمهم ترجع الحياة لبلدتهم.
فنحن شو اللي بيرجع الحياة بأي منطقة صراحة؟ هو المدارس، هو الطلاب، الأطفال. لما أنت الصبح الساعة 7:30 بتلاقي الكل راي على المدرسة، عم بيروح يحضر دروس، عم بيتعلم، عم بيتابعوه أهله. هلا في شغلة تانية، هن بحس هن من النوع اللي جدا متابعين، بنعتبرهم نقائين، يعني هن إذا صارت عندهم مشكلة بدهم حل، بدها تنحل المشكلة. إذا عندهم أي قصة بدهم يرجعوا لشخص بالنسبة لهم يتعاملوا معه لحتى يسمعوا. طب لحتى مين هن؟ يعني خلينا هون نلفت لأمر جدا مهم، هو لجنة أصدقاء المدرسة. تمام. فخلينا نحكي عنها، هل يمكن هي اللجنة الداعمة لهم، هن موضع ثقة عندهم؟ هلا لجنة أصدقاء المدرسة لما تشكلت طبعا في وجهاء البلد، عندنا رئيس البلدية موجود فيها، الفرقة الحزبية موجودة فيها، أشخاص لهم ثقة فيها بالمدرسة. هي اللجنة مهمتها هي تتابع أمور المدرسة وتقدم لها أي خدمات، ممكن تحضر معها اجتماعات الأهالي، ممكن يصير في عندها أي موضوع عطل بالمدرسة، سواء إحنا بدنا نحكي على موضوع المي أو بدنا نحكي على موضوع التمديدات الصحية ممكن تساعد فيه، ممكن يكون معها أي موضوع مشكلة هي تتابع وتكون إيد بإيد. طبعا هلا تفعيل هي اللجان لما تفعلت من 2018 لهلا عطت انطباع كتير جيد، لانه صار في مصداقيه بالتعامل، وهن اشخاص معروفين من اهل البلده، يعني الى ثقه فيهم. فصاروا يتعاونوا معهم. مين هن يعني هدول اللجان اصدقاء المدرسه؟ هن بيكونوا ممثلين عن المجتمع المحلي. عن المجتمع المحلي، تمام. ما شرط يكون هو الداعم المالي او التمويل، لا، وانما يكون وجه من الوجهاء. تمام. يكون موضع ثقة عند الناس، عند بالإضافة الناس. لأيضا من طرف المديرية التربية بيكون مدرس أو معلم أو يمكن من الكوادر الإدارية بأي مدرسة. المدير طبعا بيكون باللجنة إضافة الرئيس البلدية، وفي عنا أمين الفرق الحزبية بتابع على حسب قرار تشكيل لجنة أصدقاء المدارس، إضافة لأشخاص ممثلين على المجتمع المحلي. مجالس أولياء الأمور يعني بتسعوا دائما لتكونوا موجودين فيها؟ هلأ بوضع يعني أو بمنصب حضرتك كمديرة المجمع التربوي يمكن يكون في أولويات أو في، لكن كلجان أصدقاء المدرسة بتسعوا دائما لأنهم يكونوا موجودين ب يعني وقت لقاءات مع أولياء الأمور. هلا نحن استاذ مي على حسب الواقع، نحن على حسب الواقع، نحن في مجال نطلع نحضر مجالس أولياء الأمور، ما في مجال طبعا نحن في عنا الموجهين التربويين والاختصاصيين اللي بيحضروا. بس في شغلة نحن على فكرة يمكن بمديرية التربية بيعرفوها، نحن كمجمع دوما نحن من الأشخاص اللي متابعين جدا، يعني أي شخص عنده أي شكوى سواء اتصل فينا على التليفون أو سواء إجا لعنا قدم شكوى نظامية او تواصلوا معنا من التربيه، نحن مباشره بنشكل لجنه ونطلع بنستعرض الواقع وبنعمل رصد الواقع وبنعمل تقرير، وهالتقرير بنطلع فيه بنتيجه. يعني هلا احيانا اولياء الامور لما بيجوا هلا هون مثلا ببلده مسرابه كان في عندهم مشكله من سنتين انه ما في كادر، انه هن بالنسبه لهم ما في عندهم كادر تحديدا لاحكي على الحلقه الثانيه والثانويه الذكور. هلا الغالبيه بيحب يروح على مدارس البنات، مدارس البنات اريح. كان في عندهم هي المشكله. طبعا المجتمع المحلي قدم مكافآت ماليه وشجعوا له وامن له المواصلات، فهن بالنسبه لهم اجوا. هلا نحن اذا بدنا نحكي على الواقع، الواقع التعليمي اللي بيهم الاهل، هو بيهمه انه ما يكون عنده شواغر تعليميه، طبعاً انه ابنه ياخذ كل الحصص. يعني نحن في عندنا جزء بسيط من ماده اللغه الفرنسيه، اما باقي الشواغر عندنا كلياتها مكلفين وعم بياخذوا بالنسبه لهم دروس. اي مشكله ثانيه ممكن تصير مشكله مع مدير مدرسه، ممكن تصير مشكله مع مدرس، مباشرة الكل صار عنده مرجعية بيجي لعنا على المجمع. طب بالنسبة لدعم الطلاب يعني أثناء فترة الامتحانات الشهادتين الأساسي والثانوي، يعني كطلاب يمكن أنتوا بمسرابة عندكم مراكز امتحانية؟ هلا هذا الموضوع أنا كتير بحب أحكي عنه على فكرة، لأنه هو بعتبره تجربة أنا بعتبرها لمنطقة دوما من 2018. يعني قرأت طبعا هذا الموضوع أفكارك أو قرأت أحلامك؟ هذا الموضوع أستاذ كتير مهم، موضوع الامتحانات، شهادة التعليم الأساسي وشهادة التعليم الثانوي كتير مهمة، لأنه أبو الطالب بالنسبة له عم يستنى هاي اللحظة اللي يروح يقدم فيها امتحان. لحنا عنا دائما كانت المراكز، لحنا عنا المراكز مثلا التاسع لحنا ما في عنا بمسرابة، طبعا هن بدوما وعنا بحرستا، حتى البكالوريا عنا المركز الأساسي هو بدوما وبضاحية الأسد. حتى لحنا السنة الماضية استقبلنا مراكز الأحرار لطلاب الشباب الأحرار اللي كانوا بمدينة دمشق، استقبلناهم بدوما. طبعا في تكاتف جهود، أنا مشكورين من البلديات، من المجتمع المحلي بتأمين المواصلات، يعني لحنا عنا بمسرابة أمنوا المواصلات للكادر التدريسي لينتقل ينزل يراقب بدوما، بالمقابل قدموا المواصلات للطلاب البكالوريا ولطلاب التاسع بحيث أنه أمنوا لنا النقل من قدام مدرستهم للمركز الامتحاني وبإشراف مدرسين، وبعد انتهاء المادة الامتحانية طبعا كانوا يرجعون لهون. هلا هذا الموضوع أول شغلة بخفف أعباء مالية على الأهالي،
لأنه التكلفة اللي احنا موجودين فيها هي غالية. هلأ إضافة هذا الموضوع عمل ثقة بين الأهالي وبين المجتمع المحلي، هو أمن ابنه ووصل على المركز الامتحاني قبل بوقت، أمن عليه، رجع، أي مشكلة بتصير معه طارئة معه أساتذة هي بالنسبة له بتتابع هذا الموضوع. وصلنا طبعا لنهاية حلقة اليوم، شكرا لحضرتك رئيس بلدة مسرابة الأستاذ سعيد الحلاق، على أمل أنه نلتقى يعني بفرص أخرى ولقاءات أخرى تكون البلدة على أجمل وأجمل، يعني من حسن إلى أحسن. شكرا لحضرتك، يعني امتلأ خلينا نقول صدرنا ب يعني نسايم الربيع من دوما، من مسرابة، من هذا الطريق الجميل والحلو، الغوطة الشرقية ما في أحلى منها. شكرا لحضرتك. أيضا الشكر موصول لك أستاذة نهى النجار وحضرتك مشرف المجمع التربوي بمدينة دوما. اليوم كان الحديث عن مسرابة، لكن يعني أكيد نحن في جولة رح نكون فيها إذا الله راد، الحلقة اللي جاي رح نكون بدوما. أهلا وسهلا، بتشرفونا وشكرا كتير لكم. شكرا لحضرتك. الشكر موصول لكل مشاهدينا عبر التربوية السورية، لكم منا كل الحب، نحن كفريق عمل حقيقة يعني اليوم كان كتير متميز واستثنائي عن فريق العمل. بالعادة يجوا الضيوف لعنا على الاستوديو، لكن اليوم نحن موجودين برحاب المدرسة وكل حدا منا من فريق العمل، يعني من المعد الأستاذ إسماعيل للمخرج الأستاذ حمزة، مني لكل الكوادر الفنية والتقنية، كلهم يعني كان لهم هيك خلينا نقول هي الذكريات الجميلة بالمدرسة. القاسم المشترك هو الجرس، بدنا نسمع الجرس وهو ختام حلقتنا من مسرابة. إلى الحلقة القادمة في أرجاء دوما.